من المواقع الإخبارية، عش غراب يتسبب بقطع التيار الكهربائي عن سوق في محافظة أبين. من موقع ألماني، أب مهدد بالسجن بسبب فتحه رسالة موجهة إلى ابنه. ومن أخبارنا المنوعة، قانون في الفلبين يلزم كل خريج بزراعة 10 أشجار في منطقته. أهلا بكم. موقع الصحوانت يتحدث عن آخر الوسائل التي تستخدمها ميليشيا الحوثي لنهب المزيد من الأموال، وعنوان الموقع هيئة الزكاة، وسيلة حوثية لنهب ما تبقى في جيوب اليمنيين. ووفقا للموقع، لم تكتفي الميليشيا بتنفيذ سياسة تجويع شاملة ضد اليمنيين في مناطق سيطرتها، بل سعت جاهدة لإصدار سلسلة قرارات وصفت بغير القانونية والجائرة في حق أبناء اليمن، وكان آخرها قرار رفع زكاة الفطر على الأفراد. وأعلن سكان محليون بصنعاء ومناطق خاضعة للانقلابيين عدم استجابتهم للدعوات الحوثية، وكذا عدم التزامهم بتسليم الزكاة هذا العام للهيئة الحوثية المستحدثة. قال الأهالي إن القرارات تأتي بعد حملة الميليشيات المستمرة لنهب وجباية مزيد من الأموال لتمويل جبهاتهم وحروبهم ضد اليمنيين. قالت اللجنة المكلفة من وزارة الثروة السمكية للتحقيق في أسباب نفوق الجمبري والتي شوهدت الأربعاء الماضي على سواحل المكلا أن هذه الظاهرة تعود لأسباب طبيعية، ويعنون موقع المصدر أونلاين. لجنة نفوق الجمبري في سواحل المكلا يعود لأسباب طبيعية. أضافت في تقريرها أن ظاهرة نفوق الأحياء البحرية في سواحل المكلا يعود لأسباب طبيعية، سببها تعرض مجاميع الجمبري لتغير مفاجئ في درجات الحرارة وانخفاض للأكسجين على أعماق تتراوح ما بين 100 و 150 متر، وهو نطاق الأعماق التي يحدث فيها نفوق خلال الهجرة العمودية. ورجح التقرير نفوق كميات كبيرة من الجمبري خلال الهجرة العمودية اليومية، مشيرا إلى أن الجمبري يتعرض للنفوق بكميات كبيرة خلال هذا النوع من الهجرة بسبب تعرضه للإجهاد نتيجة مقاومته للتغير المفاجئ في درجات الحرارة. وكانت وزارة الثروة السمكية قد شكلت لجنة للنزول الميداني عقب تلقيها بلاغا من هيئة المصائد السمكية وفرع الأبحاث وعلوم البحار فرع المكلا للنزول لدراسة أسباب الظاهرة. الوحدة المغدورة، تحت هذا العنوان كتب السياسي اليمني المعروف وسفير اليمن لدى لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس. بعد 6 أشهر تقريبا من إعلان الوحدة، نشأ خلاف كبير حول قانون الحكم المحلي بشأن الاسم ومضمونه. كان هناك إصرار من قبل أطراف معنية في صنعاء على رفض الحكم المحلي أو السلطة المحلية أو الاكتفاء بالإدارة المحلية. على الفور رفعت في وجه من يطالبون بالحكم المحلي شبهة الحنين إلى التشطير، حتى أن البعض بدأ يوجه أصابع الاتهام بتصنيف الآخرين بين وحدويين وانفصاليين بناء على موقفهم من التسمية. كان هذا في ذلك الوقت المبكر، والوحدة لا تزال تنضج بالآمال. كان واضحاً أن هناك توجهاً لاستخدام الوحدة كعصا لقمع الاختلاف لا حباً فيها، ولكن لأنها القوة المعنوية الوحيدة التي كانت تستطيع يوم ذاك أن تعصف بأي فكرة لا تروق لصنعاء. على نحو المقصود أخذوا يبرزون الوحدة على حساب الدولة في مواجهة مصاعب الحياة لسببين اثنين. الأول، لتبدو الأمور وكأن الوحدة هي السبب المنشئ لهذه المصاعب، والثاني لتغطية النوايا الحقيقية التي تعكس معارضة إقامة الدولة المجسدة لإدارة دولتين. أصبحت الوحدة العصا الغليظة التي يعاقب بها كل مخالف، وسيلة لتمرير الحروب وأداة لقمع المطالبين بإقامة الدولة. ثم أخذت المسألة تتسع خارج بعدها السياسي ليتم تجذيرها في إطار ديني، فمن كان يتهم بالانفصالية يستتبعه مباشرة الحكم عليه بالمعصية. هكذا تم التعامل مع الوحدة، وبتوافق تام مع هذه النظرة لوظيفة الوحدة عند نظام صنعاء بعدئذ، نشأت الثقافة التبريرية المعاقة والتي نراها اليوم في صورة متلازمة خبيثة للأفعال التي تصر على استخدام الوحدة للقمع أو التشويه أو الشتم أو تمرير جرائم العنف والحروب.
من وقت إلى آخر تشهد مدينة زنجبار في أبين انقطاعا في التيار الكهربائي، وهناك أسباب عديدة خلف ذلك، أحدها وفقا لموقع عدن لانج والذي عنون عشو غراب يحدث تماسا كهربائيا وسط سوق زنجبار. قال الموقع اشتعلت النيران في أحد أعمدة الكهرباء وسط سوق مدينة زنجبار بسبب وجود عش غراب فوق أحد أعمدة الإنارة. قال الموقع إن الحادثة ليست الأولى، كون أصحاب الكهرباء لا يقومون بصيانة الخطوط الداخلية في المدينة والتي تتخذ الغربان منها أماكن لإقامة الأعشاش. تكمن الخطورة في أن الغربان تستخدم في إقامة أعشاشها الأسلاك المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، مما يؤدي إلى حدوث تلامس مع أعمدة الكهرباء. نشرت وكالة الأناضول تقريرا مفصلا حول شخصية في حضرموت تقوم بدور يكاد أن يطاله النسيان، ونطالع التقرير من موقع قناة بلقيس. المفلح مسحرات شبام اليمنية منذ 4 قرون بالوراثة. وفقا للتقرير، لا يزال الموروث الرمضاني المفلح حاضرا بقوة في مدينة شبام اليمنية الواقعة بمحافظة حضرموت شرق البلاد، وتتوارثه عائلة آل خراز منذ 4 قرون متواصلة. في تمام الساعة الواحدة من كل ليلة في رمضان يبدأ رياض مهمته من أمام القصر، وينطلق عبر خط سير محدد كان يمشي عليه أجداده أثناء القيام بمهمة المسحرات. ويميز خط السير الذي يمشي عليه المفلح أنه يغطي كل الأحياء داخل المدينة المترصة والمتلاصقة منازلها البالغ عددها أكثر من 465 منزلا ومبنى. ويحمل المفلح آلة تسمى الهاجر، آلة إيقاعية يؤدي من خلالها أصواتا إيقاعية وينشد أبياتا شعرية تختلف كل 10 أيام برمضان. ورغم وجود أدوات التنبيه الحديثة والمتطورة، يعتمد سكان مدينة شبام في استيقاظهم للسحور على عادة المفلح. في مختبر كيمياء الثورات تحت هذا العنوان، كتب وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم مقاله المنشور في الشرق الأوسط. لقد شهد العالم ما بين عام 1961 إلى عام 1965 48 من الحروب الأهلية والثورات، 9 منها فقط انتهت بالانتصارات أو بتنازلات كبرى قدمها الثوار، مقارنة ب 35 هزيمة عسكرية وعدد من الصراعات ما زالت مستمرة. وفي كل حلقة من حلقات التغيير السياسي بفعل الثورات تولد استحقاقات جديدة في مسارات اقتصادية وسياسية واجتماعية عدة، وهنا تبدأ معايير الحكم على نتاج ما حققه التغيير، وهل فعلا أنجز ما قامت الثورات من أجله. بالطبع هناك صعوبات جمت تواجه البلاد بعد نجاح حركة التغيير، فموازين ورموز القوة الجديدة تحكمها محركات وأفكار متعددة. يقول جاك جولدستون في الفصل الثالث من كتابه عن الثورات: الثورة إطاحة قسرية بالحكومة يتبعها تعزيز السلطة بجماعة جديدة تحكم من خلال مؤسسات سياسية وبعض الأحيان اجتماعية في عملية معقدة. ومع أن سقوط الحكومة ربما يكون فجأة، فالأسباب التي قادت إلى سقوطها تأتي نتيجة للصراع على السلطة بين المكافحين والذين في السلطة، وإعادة بناء دولة مستقرة غالباً ما يحتاج إلى عقود من الزمن. يضيف جولدستون نبوءة أخرى إلى ما بعد الإطاحة بالسلطة وأخذ مجموعة جديدة لها، عندما يكون الراديكاليون قادرين على التمكن من هذه الأرضية الأيديولوجية، من المحتمل أن ينبثقوا كقوى مهيمنة في النظام التالي أو النظام الذي يلي ذلك. وهذه الملاحظة تقترح استراتيجية للجماعات المعتدلة الباحثة عن الحياة في صراعات ما بعد الثورة. لا شيء يولد من العدم، لكن الوجود الذي هو رحم الأحداث يكمن في إزالة الكثير من الغبار عن ركام ما حدث. سأل أحدهم الزعيم الصيني ماو تسي تونغ عن رأيه في الثورة الفرنسية. رد الزعيم بسؤال: متى حدثت هذه الثورة؟ أجابه السائل: منذ 200 سنة تقريباً. رد ماو تسي تونغ: من المبكر الحكم عليها. في ترجمتنا الخاصة للصحف الناطقة باللغة الفرنسية نطالع من الصحافة الفرنكفونية ما نشره موقع انفو بلاس الإخباري الجابوني.
كينيا تضغط على اليمن وجنوب السودان لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي. قال الموقع إن الرئيس الكيني أوهوريو كينياتا أجرى محادثات مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد ورئيس جنوب السودان سيلفا كير لطلب الدعم في الانتخابات المقبلة لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. وركزت المحادثات بين الجانبين على مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كينيا وثاني أكبر دولة عربية، بما في ذلك إصدار تأشيرات للمواطنين اليمنيين الذين يزورون كينيا. كما ناقش الزعيمان محاولة كينيا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الانتخابات المقبلة حسب ما ذكرت وحدة الاتصالات الاستراتيجية الرئاسية. كما ناقشوا السلام والوضع الأمني في الشرق الأوسط وتأثير استقرار العالم العربي على شرق أفريقيا وخاصة كينيا. تتساءل صحيفة العرب الجديد في أحد تقاريرها حول ما يجري في عدن وتعلق مقتل قادة تحرير عدن تصفية ممنهجة أم حوادث عرضية. تقول الصحيفة يستمر مسلسل وفاة وقتل قادة تحرير عدن اليمنية واحدا تلو الآخر ليثير الكثير من التساؤلات. قالت الصحيفة إن هناك من تم تصفيتهم مثل مهندس تحرير عدن ومحافظها الأسبق ومستشار الرئيس السابق لواء جعفر محمد سعد الذي تم تصفيته في عملية إرهابية استهدفت موكبة بعد خروجه من منزله في التواهي. وتحدثت مصادر أمنية حينها عن أن الرجل تعرض لوابل من الرصاص بعد إصابته في الهجوم الانتحاري، ونصبت الحادثة لتنظيم داعش الذي اختفى بطريقة غريبة لتثير حولها الكثير من الشكوك. ولكن بشكل عام ووفق الكثير من المراقبين، فمهما كانت الجهات التي تقف وراء اغتيال سعد فإنها كانت تهدف لإعلان وتمرير مشروع في عدن كان سعد المقرب من الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي يقف حجر عثرة في وجهه. ويعتقد الكثير من الجنوبيين واليمنيين بشكل عام أن مقتل قادة تحرير عدن لم يكن صدفة، بل هناك من يقف خلفه بما يشبه الانتقام والتخلص منهم على اعتبارهم ليسوا فقط قوة ضاربة بيد الشرعية وإنما يقفون حجر عثرة أمام مشاريع عدة. ووفقا للعرب الجديد يطالب الكثيرون بفتح ملف مقتل قادة تحرير عدن، وهناك من طالب بمخاطبة السعودية ومصر لبحث تداعيات تصفية اثنين من القادة على أراضيهما في حادثتي سير خلال شهرين. في العام 1811 يأمر أحد الأئمة الذين حكموا اليمن بقتل أول رحالة غربي يقوم بالرحلة العلمية الأولى في القرن التاسع عشر والتي قام بها إلى عدد من الدول العربية قبل أن يقتل مسموما في اليمن بأوامر من الإمام. وقد كتب عنه تيسير خلف مقاله في صحيفة العرب الجديد حيث قال: تتميز رحلة الطبيب الألماني أوليريخ سيتزن إلى الشرق والتي بدأت في عام 1802 بأنها الرحلة العلمية الأولى في القرن التاسع عشر التي يقوم بها رحالة غربي إلى المشرق العربي بهدف استكشاف المنطقة ولغاية غير الحج إلى الأراضي المقدسة في فلسطين. ولد الدكتور أوليريخ كاسبر سيتزن في 30 كانون الثاني يناير عام 1767 في بلدة واقعة ضمن مقاطعة فريزلاند الألمانية. اختار سيتزن آسيا وأفريقيا مجالا لطموحاته، وكانت خطته أن يعبر أفريقيا من الشرق إلى الغرب خلال 3 سنوات للتعرف على مختلف جوانب الحياة في هذه القارة المجهولة آنذاك. سافر إلى بوخارست وعبر البلقان إلى اسطنبول عام 1802 وبقي هناك 6 أشهر، عبر بعدها إلى آسيا الصغرى، ومن حلب مضى إلى دمشق وطاف في أرجاء سوريا وفلسطين وصحاري بلاد العرب يجمع المعلومات الجديدة واللقى الأثرية التي كان يشحنها إلى ألمانيا وروسيا بعد أن حصل على رعاية إضافية من جامع تحف وآثار مشهور هو القيصر الروسي ألكسندر الأول. ثم يسافر بحرا إلى ميناء ينبع الحجازي ومنه إلى جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وكانت آخر رسالة وصلت منه إلى أوروبا من مكة المكرمة في تشرين الثاني نوفمبر عام 1810. في أيلول سبتمبر من سنة 1811 يتم العثور على جثة سيتزن إلى جانب طريق قرب مدينة تعز اليمنية، ومن المحتمل أن يكون إمام اليمن قد أوعز بتسميمه حسب رواية الرحالة الإنجليزي جيمس سيلك بينغهام
لدوغ غوتا عام 1815. تتميز تقارير ومفكرات ورسائل ستيدزن المجموعة في 4 مجلدات ولم تترجم إلى العربية حتى الآن، تتميز بمعلوماتها الغنية والطريفة. وتعد اكتشافات الدكتور ستيدزن ومفكراته ورسومه التخطيطية وثيقة مهمة ومرجعا لكل المستشرقين الغربيين الذين أتوا بعده، وقد تميز بشيء من النزاهة التي افتقر إليها كثير من المستكشفين اللاحقين. أصدرت الفلبين، وهي دولة جزرية استوائية في المحيط الهادي، قانونا جديدا سيمنع بموجبه أو سيمنع الطلاب بموجبه من التخرج من أي مرحلة إلا بعد قيامهم بزراعة 10 أشجار. وتعنون صحيفة الشرق الأوسط: زراعة 10 أشجار قانون جديد للتخرج في الفلبين. يرى أنصار القانون أن هذه الخطوة تعتبر فرصة للشباب الفلبيني للمساعدة في معالجة تغير المناخ وبناء بيئة أكثر خضرة في البلاد. وجاء في مشروع قانون مجلس النواب: يجب أن يكون النظام التعليمي منفتحا على نشر الاستخدام الأخلاقي والمستدام للموارد الطبيعية بين الشباب. ويقدر أن مشروع القانون سيكون مسؤولا على مدى جيل واحد عن 525 مليار شجرة مزروعة، ويتخرج أكثر من 12 مليون طالب من المدارس الابتدائية كل عام، و5 ملايين من المدارس الثانوية، و500 ألف من الجامعات في الفلبين، أي ما يعادل 175 مليون شجرة جديدة مزروعة كل عام. بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة بانتهاك خصوصية طفله البالغ من العمر 10 سنوات، يواجه أب إسباني عقوبة السجن لمدة 2 عامين وتعويضات تصل إلى 3000 يورو. فماذا اقترف الأب على وجه التحديد؟ ووفقا لعنوان موقع الدي دبليو الألماني: أب مهدد بالسجن والغرامة بسبب فتحه رسالة لطفله القاصر، حيث عقد الادعاء العام في مدينة إشبيلية الإسبانية جلسة استماع اتهم فيها الأب بانتهاك خصوصية طفله الصغير من خلال فتح رسالة موجهة لابنه. وبحسب المحكمة فإنه أمر لا شأن للأب فيه. الرسالة المفتوحة استخدمتها المحكمة كدليل إدانة ضد الأب بسبب فتحها وقراءتها دون علم ابنه وخرق خصوصيته. الرسالة أرسلت إلى الطفل من قبل خالته، تشرح له فيها كيف يشهد ضد والده في قضية اعتداء على زوجته تعود للعام 2012. ووجهت الخالة إلى الوالد إهانة بحسب ما ورد في الرسالة، الأمر الذي جعله يستخدمها في المحكمة ليثبت أن عائلة زوجته قد أرغمت طفله على الشهادة ضده. والآن يواجه الأب عقوبة بالسجن لمدة 2 عامين بالإضافة إلى دفع تعويض مالي عن انتهاك الرسائل الخاصة بابنه ذي 10 سنوات. محامو الأب قالوا أنه فتح الرسالة بالصدفة، مضيفين أنه حتى لو لم يكن الأمر كذلك فإن الأب فتح الرسالة من منطلق ممارسته المسؤولية الأبوية التي يحق له القيام بها من جانبه. طلب مكتب المدعي العام تبرئة المدعي عليه في القضية بحجة أن الأب مارس المسؤولية الأبوية على ابنه القاصر، ومع ذلك فإن القاضي الذي يرأس القضية لم يصدر بعد حكما نهائي. ليس للديمقراطية طريق آخر سوى استعادة روح التضامن والقيم الإنسانية التي لا يمكن من دونها قيم مجتمع ولا مدنية ولا حضارة، كما يرى المفكر العربي المعروف برهان غليون في مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد، مضيفا: لم يعد بناء الأمم هو الشاغل الرئيس للنخب الحاكمة، ولا تجنب الحرب التطلع الأول للدول المتنافسة على الموارد ومواقع القوة والنفوذ. وما من شك في أننا نسير اليوم نحو عالم مفتوح على كل النزاعات، ولن نستطيع نحن العرب أن نجنب أنفسنا في شروط وجودنا الراهنة مصير الفريسة وغنيمة الحرب، أو التحول إلى ساحة من ساحات الحرب التي يبدو أنها تنزع إلى أن تتحول إلى حرب معممة تشمل الجميع، ولكن بمستويات وأشكال مختلفة ومتباينة، إلا إذا صنعنا من شذراتنا وكسورنا رقماً صحيحاً وقيمة واحدة.
وبدأنا في بناء أسس التحول إلى دول وشعوب فعالة ولاعبة على الأقل دفاعاً عن وجودها ومصالحها ومستقبل شعوبها، ولا وسيلة للوصول إلى ذلك إلا في بناء تضامننا الذاتي الذي يستدعي تقديم مصلحة الكل على مصالح الأجزاء وتفعيل مبدأ العدالة والمساواة الذي هو اليوم المنتج الوحيد لقيم التفاهم والتعاون بين البشر، بدل مبدأ التمييز والإقصاء والتحقير المتبادل الذي بني عليه الاستبداد المديد. الأحداث المختلفة والمتنوعة في صور كما وثقها مصور صحيفة الجارديان البريطانية ننقلها لكم عبر جولتنا المصورة والتي ستنقلنا إلى مناطق مختلفة حول العالم. نتابع. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء.